هنقول عنده زي ما بهالي ماذا بهالي فهو ده بهالي آخر. ولكن عبد الله التازي المعروف بعبد الشريف مسخيناش به، الله مسخينا بك سيدي عبد، وصلنا تبكينا وبكينا الله مسخينا بك، الله مسخينا بك سيدي عبد يا الفنان العظيم يا الرائع، مسخيناش بك سيدي عبد الله مسخينا بك، مسخيناش بك الله مسخينا بك، والله مسخت بك يا الفنان يا العظيم يا الصوت يا الاخلاق. فينا نتكلم انا عبدو شم جزيره من الاحاسيس، فنان كبير ما يقدر يظلم حتى شي حد، وكيرفض الاموال الطيخه كيرفضها. عايش وباش فاهم، قلت الله اكبر اخر جمعه في شعبان. الله يرحمك يا سيدي، الله يرحمك، الله ينعم عليك العزيز الغالي، الله يرحمك. ما سقيناش بيك، لكن في اخر المطاف لله ما اعطى ولله ما اخذ، نحن مؤمنين بالله وماشي خساره في صدر ربي. الله ينعم عليك فضل رجنا ورحم ولدنا اجمعين، الله يوسع عليك الحبيب. ما سقيناش بيك، ولكن القدر الاله سبحانه وتعالى وفق كل شيء. الله يرحم روح خويا، شكرا لكم، شكرا لك. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.